قال أحسن الله إليكم يا شيخ، أزعل هل واحد هل يجوز قول البساط أحمدي؟ اثنين هل يجوز قول يا أمي تعالي لي بالرغم شنو؟ بالرغم دي ما بالغين، هو ده كاتبه بالقاف، بالرغم من أنها غير موجودة. يعني دار تقع تقول يا أمي الحقني وكذي؟ لا لا، ما عندها عقيدة في أمها دي، ما بتقولها ساي ولا إنت. طيب أو عندما تكون زهجانة مثلا، فهذا شائع عند الكثير. والله زول الألفاظ دي تركها. بل سئل الشيخ صالح ابن عبد العزيز في شرحه للأصول الثلاثة مسجل صوتي، كان زمان عشرة ذيك 14 أو أكثر، سألوه قالوا هل يجوز قول توكلت على الله ثم عليك؟ قال ما بجوز. بعد كلمة ثم في التوكل ما بجوز، لأن لفظ لا تقال إلا في الله سبحانه، إلا لله سبحانه وتعالى. فلذلك الإنسان ينضبط في الألفاظ، في ألفاظ كثيرة الزول ما يقولها. ما تقول الله قاعد، قول الله في، لو دار تتكلم بالدارجية تحتاج إلى دليل، أو في دليل تقول، ما في دليل ما تقول. ما تقول الخائن الله يخونه، الله ما بخون. ما تقول البساط أحمدي، دي كلمة الجماعة ذل ما تشاركهم فيها، وانت شبه بقوم فهو منه. ما تقول البساط أحمدي، قول لي يا أخ ما بيني وبينك حاجز يا أخ، قول لي خلي الحالة واحدة، ما ظريفة أخير من البساط أحمدي. يمكن ده اسمه مختار يا أحمد جابه هنا، شو البساط أحمدي يقول لك. طيب والبيت تعودنا في والولد كلاهما يعوداني، يعني يعود الواحد نفسه أن يقول، ويعلم نفسه أن يقول يا الله، ويسأل من الله، يسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي، يا الله النجاة، يا كذي، يا لطيف الطف، إلى آخره. ما يقول يا أمي تلحقيني، ما بتلحق، ما بتلحق، وهم ما قصدون الشرك، لكن برضو ما يقول الزول، الزول ما يقولها. من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.